السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، يلا بينا يا سنة خمسة نكمل مع بعض النهاردة الدرس الرابع في الفصل السادس. تعالوا نشوف كده بعنوان ايه، بعنوان كتابة تعبير عددي لتمثيل موقف ما. هو هيديني موقف النهاردة وهنبدأ ان احنا اللي نكتب بقى التعبير العددي. الدروس اللي فاتت يا سنة خمسة كان هو بيديني التعبير العددي وكنت انا بعمل ايه، كنت انا بطلع الناتج بتاع التعبير العددي بناء على الخطوات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. ما تيجوا كده نراجع الخطوات كده سريعا يا سنة خمسة. احنا قلنا ان احنا الاول بنعمل ايه، بنخلص الاول الاقواس المستديرة ثم بعد كده الاقواس المربعة، وخلي بالكم ان احنا بنخلص بداخلهم عملية الضرب والقسمة من اليسار الى اليمين الاول، ثم عملية الجمع والايه والطرح برضو من اليسار الى اليمين. طيب ثم بعد كده بعد ما نخلص كل الاقواس اللي عندي سواء المستديرة او المربعة، بنروح بعد كده ايه عشان نطلع الناتج النهائي برضو، نخلص برضو الضرب والقسمة من اليسار الى اليمين، ثم الجمع والطرح من اليسار الى اليمين على حسب ترتيب الايه ارقام المسألة اللي عندي. طيب امال احنا هنعمل ايه النهاردة بقى يا ميس هدير؟ النهاردة بقى يا سنة خمسة هنبدأ مع بعض نتعلم ازاي نكتب احنا التعبير العددي، يعني هو هيديني المسألة الكلامية او المسألة اللفظية وانا هنبدأ نفهمها وناخد ايه، ناخد الارقام اللي فيها ونحولها الى تعبير عددي ونطلع كمان الناتج بتاعه. طب تعالوا كده في البداية نشوف اول جزء عندنا بعنوان ايه، بيقول لي كتابة تعبير عددي وايجاد قيمته. فبيقول لي هنا اول حاجة اطرح 4.6 من العدد 8.42. يبقى عندي هنا اول خطوة هنعملها هنا يا سنة خمسة ان انا هنروح نطرح 4.6 من ايه، من 8.42. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. يبقى احنا اول حاجة هنعملها هنا هنكتب 8.42 ونبدأ ان احنا ايه نقول ناقص 4.6 عايزني نطرحها من دي. طيب ادي 4.6. طب وبعدين قال لي هنا ثم اقسم الناتج، عايزني نقسم ده على 2، يبقى انا هنقول ديت على ايه، على 2 بالصورة دي. طيب حلو، قال لي بعد كده ثم ضع عملية الطرح داخل اقواس. خلي بالك عايز عملية الطرح دي تبقى داخل اقواس، يعني ايه داخل اقواس؟ يعني هي اللي تخلص الاول، فخلي بالك. يبقى احنا هنحط هنا ايه، عملية الطرح داخل الاقواس. وده كده يا سنة خمسة هو ده التعبير العددي اللي احنا طلعناه. تمام كده احنا كده طلعنا التعبير العددي. يلا بينا بقى نبدأ ان احنا نطلع القيمة بتاعته، عايزين نطلع الناتج بتاعه. فنقول هنا بيساوي زي ما احنا عارفين بنخلص اللي ما بين الاقواس المستديرة الاول، يبقى احنا الاول هنطرح، اول حاجة هنعملها ايه، هنطرح. ممكن نزود صفر هنا عشان نعرف نطرح، هنقول هنا 2 - 0 هيها الاتنين، ومعايا هنا 4 - 6 طبعا مش هينفع، هنستلف من 8، 8 هتبقى 7 والاربعة هتبقى 14، 14 - 6 هتبقى 8، وطبعا نحط العلامة العشرية مكانها ونقول هنا بقى هتبقى دي 7 - 4 هتبقى هنا 3. تمام كده. بعد كده ثم هنقسم الرقم اللي طلع لي ده على الاتنين، نخلص بقى بعد كده عملية القسمة اللي عندي دي ونقول له بيساوي. عندي هنا لما هنيجي نقسم 3.82 على الاتنين هتطلع لي 1.91. وبكده نبقى احنا وصلنا للناتج النهائي. طب يلا بينا بقى ندخل على الجزء الثاني، وبيقول لي التعبير عن المسائل الكلامية بتعبير عددي وإيجاد قيمته. تعالوا بقى نقرأ مع بعض المسألة اللفظية دي ونشوف ايه انسب تعبير عددي يمثل الموقف اللي عندنا ده، وبعد كده نطلع قيمته. بس خلينا كده نفتكر الاول شوية معلومات يا سنة خمسة قبل ما ندخل على المسألة الكلامية، وهي ايه، وهي اننا نبدأ نفتكر كده معاكم ايه هي العبارات اللي بتدل على العمليات الحسابية. يعني معنى كده ايه، عندي كل عملية حسابية هو بيبقى عايزها مني بيديني كده ايه كلمات تدل عليها عشان نعرف انا هنعمل جمع ولا طرح ولا ضرب ولا قسمة. طب تعالوا كده نشوف ونفتكر مع بعض. اول حرف الجمع لو هو قال لي كلمة اضف او اجمع او زائد او جملة نعرف ان ده جمع على طول. حلو. طب لو قال لي الكلمات دي الفرق او اطرح او ناقص او متبقي او يزيد عن او يقل عن، نعرف اننا هنعمل ايه، هنحط ناقص عملية طرح. طب لما يقول لي اضرب او امثال عدد يبقى ده ضرب. طب لما يقول لي قسم او وزع يبقى ديت ايه، قسمة.
حلو جدا، عملنا مراجعه سريعه كده على العبارات اللي بتدل على العمليات الحسابيه. تعالوا بقى ندخل على المساله الكلاميه اللي عندنا ونشوف بتقول ايه. بيقول لي هنا في المثال ده تدخر نهى مبلغ 54.5 يعني 54.5 جنيه اسبوعيا مع اختها. يبقى هي بتدخر مع اختها كام؟ 54.5 جنيه كل اسبوع بتشيلهم مع اختها، وبتدخر كمان مبلغ 32.6 جنيه كل اسبوعين مع صديقتها. يبقى هي بتدخر مع اختها كل اسبوع وبتدخر مع ايه؟ صديقتها كل اسبوعين. فاذا كان معها في البدايه، يبقى هي كان معاها في البدايه كام؟ 712.1 جنيه، وقامت بعد مرور 6 اسابيع بتوزيع المبلغ الكلي لديها بعد الادخار على 4 فقراء بالتساوي. تمام كده؟ يبقى هي بعد ما حوشت، بعد ما عدى 6 اسابيع عملت ايه؟ خدت المبلغ ده كله وراحت وزعته على 4 فقراء بالتساوي. يعني جزاها الله كل خير، ده عمل ايه؟ عمل كويس جدا انها عملته. طيب بيقول لنا هنا ايه؟ اكتب التعبير العدد الذي يمثل هذا الموقف ثم اوجد قيمته. ثم اوجد ايه؟ قيمته. طيب حلو جدا. يبقى انا دلوقتي محتاجه ان ايه؟ نجيب التعبير العددي. هنقول له هنا ايه بقى؟ مساله لفظيه وبتحلها بالطريقه دي، تحلها صح بقى. اول حاجه نكتب له هو عايز ايه، او انا رايحه نطلع ايه. هنقول له هنا التعبير، وخلي بالك الجمله اللي انت بتكتبها هنا سنه 5 هي اصلا بتبقى موجوده في اصل المساله اهي، هو اصلا بيبقى طالبها منك، بيقول لك اكتب التعبير العددي. يبقى انا هقول له هنا ايه؟ هقول له التعبير العددي الذي يمثل هذا الموقف هو ايه بقى؟ هو بالراحة كده سنة 5 عشان ما نغلطش. اول حاجة عندي هو في معلومة قال لي عليها كده، بينت لي حاجة، قال لي ان هي في البداية اول ما بدأت خالص، يبقى دي في البداية، خلي بالك يبقى دي اللي احنا هنبدأ بيها. بيقول لي في البداية كان معاها 712.1 جنيه. حلو، يبقى دي اول حاجة هنبدأ بيها. بس خلي بالك ان احنا هنا في نقطة برضو مهمة، هي ان انا هبدأ بقوس مستدير. ليه يا مس هدير هبدأ بقوس مستدير؟ لان هي بعد ما خلصت الادخار راحت وزعت الفلوس دي على الفقراء، صح؟ يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان ما ينفعش ندخل التوزيع على الفقراء مع الايه؟ مع الادخار في نفس الوقت، انا لازم نفصل ما بينهم، لازم نبين ونوضح هو مين اللي لازم يخلص الاول. هو انا ينفع نروح نتبرع بالفلوس قبل ما نحوشها؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى احنا هنحدد الاول ان احنا هندخر ثم بعد كده هنوزع على الفقراء. يبقى لازم نبدا عندي هنا بايه؟ بقوس. يبقى خلي بالك ان كل مساله هيبقى ليها حالتها. فمعنى كده ان في المسائل اللفظيه بالذات، وده دايما بنقوله للطلبه بتاعتي، اقرا المساله اللفظيه او المساله الكلاميه كويس جدا عشان كل مساله ليها الحاله بتاعتها. تمام؟ انت بتفهم من الكلام هو عايز ايه، وكل كلمه بيبقى ليها معنى، خلي بالك. فانت تقرا الكلام كويس عشان تعرف تحل صح. طب يلا بينا نكمل. معانا هنا القوس ده هقولنا هنحطه في البداية. هي بدأت بكام؟ بدأت ب712.1. هنبدأ نحط هنا 712.1. حلو جدا. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنزود بقى عليهم اللي هي ادخرته. اول حاجة هي ادخرت هنا كام؟ ادخرت 54.5 جنيه اسبوعيا مع اختها. اسبوعيا، خلي بالك. يعني ايه اسبوعيا؟ يعني قعدت الست اسابيع اللي بتحوشهم كل اسبوع تحط الفلوس دي. يبقى احنا هنا هنضرب في كام؟ هنضرب في 6. حلو جدا. بعد كده هنبدأ نزود عليهم كمان ايه؟ هنزود عليهم كمان اللي هي حوشته مع صديقاتها اللي هم ايه؟ 32.6. يبقى هنقول له هنا زائد 32.6. طيب حلو. هو بس هو هنا بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي ان هي كانت بتحوش المبلغ ده كل اسبوعين مش كل اسبوع، خلي بالك. يبقى بعد مرور الست اسابيع، يبقى هي حوشت بقى كام؟ او انا نضرب بقى هنا في كام؟ يبقى احنا هنا مش هنضرب في 6 زي الاولانيه، لا، هي كانت بتحوش مع اختها كل اسبوع، لكن هنا كانت بتحوش كل اسبوعين. يبقى انا هنا هنضرب في 3 بس، مش في 6. 6 على الاثنين فيها 3، يبقى احنا هنا هنضرب في 3. واخدين بالكم يا سنة 5؟ كل كلمة لها معنى،
كل كلمة لها مغزى هو عايزني نحطه في الايه، في التعبير العددي. مسائل جميلة جدا الصراحة، يعني طويلة شوية بس الصراحة ممتعة جدا وبتفتح مدارك المخ جدا، فركزوا كده وهتعرفوا تحلوها بسهولة. ثم بعد كده هي كده خلصت التحويش صح، الحمد لله كده خلاص ادخرت كل الفلوس اهي. تعالى بقى اقفل الكوس، خلاص خلصنا. طيب قال لي تاني خطوة ان هي بدأت توزع على الفقراء. قلنا كلمة توزع يعني نعمل عملية قسمة، قسمة يعني على اهي، على كام بقى فقير؟ على اربعة، يبقى هنقسم كده على الاربعة. وبكده يا سنة خمسة نكون احنا عملنا اول حاجة، وهي ايه؟ وهي كتابة التعبير العددي. اللي فاضل لي بقى دلوقتي ان انا نعمل ايه؟ ان انا نطلع القيمة بتاعته. يبقى انا هنقول هنا يساوي، يساوي ايه؟ نفتح القوس اللي عندي زي ما هو ونكتب 712 وواحد من عشرة زائد. لقيت هنا ضرب صح؟ خلص لي الضرب ده الاول. 54.5 في 6 بكام؟ ب 327 وايه؟ لا وقفي ثانية كده ارجع طلعي لي بقى الواتس من عندك. وقفي كده ثواني، ده درس ب 327. تمام كده. طيب عندي بقى بعد كده هقول له ايه؟ هقول له زائد. لقيت هنا ضرب تاني، يبقى نخلص الضرب. 32.6 في 3 بكام؟ ب 97.8. دلوقتي بقى هنقفل القوس ثم هنقول ايه؟ على اربعة. طب تعالوا بقى نخلص اللي ما بين الاقواس ده الاول. هنعمل هنا ايه؟ هنجمع التلات ارقام دول مع بعض. لما نجمع التلات ارقام دول مع بعض يا سنة خمسة، كل ده كده هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 1000. تمام كده. 136.9. على بعد كده ايه؟ على الاربعة. لما نقسم العدد ده على الاربعة هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 284.225. يبقى ايه؟ هقول له هنا بقى ايه؟ احنا عايزين نعرف هي ايه؟ هي كل واحد خد كام من الفقراء؟ يبقى عندنا هنا كل واحد خد 284 جنيه و 225.000 جنيها. تمام كده سنة خمسة. وبكده نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة وتعلمنا مع بعض ازاي ممكن نكتب تعبير عددي، وازاي ممكن ان احنا نطلع الناتج بتاعه. استنوني بقى في الدروس الجاية ان شاء الله عشان نكمل مادة الرياضيات مع بعض. وكانت معكم ميس هدير وهنسي من قناة بديل الدرس.